أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بتقرأ ما أنت شيخ. هنا والسامع العلم والسامع العلم والباعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم فيا نظارته إذا كان متصفا بذا دعوة خير الخلق كلهم. وانا يسس علم مزبوزن بولائس علم سمجن بولائس تاكدت حفاظت كيرس ورقات واتنا بي امتس مزي فهلا بي علم قدس امتس وانا كوزا ترو تازگي كيس امس كسل اگر امس يو صفت آسل اگر امس نفرس يو صفت آسل يو بوز علم ياد تاوي باك انت واتنا بي امس دش ترو تازگي كسل امس دش ان امس بوت دش نوري كازي كازي امس كور دوا تمام مخلوق مجلس سالكم بهتر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إشباع فزلة المسألة. هنا من فضائل طالب العلم بل يكفيه فضلا وشرفا ونبلا وخيرية أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له دعوة مباركة ميمونة. هنا طالب العلم سيد الفضائل ومنشو بلكيش كيف يجس إنسان سيد طالب العلم سيد قدر فزيلة أو شرف أو خير النبي صلى الله عليه وسلم قدر إجد قدر بركة ودعاء فرغوك نظر الله إمرأة سمع مقالتنا تمسكتم ستر وتازع الله تعالى تم الشخص يسميونك كلام بوزي فبعاها فتبياد فأداها وبتر أدا كما سمعها اتبر تمسك تمسك الدواء كم كور الدواء رسول الله وهذا الحديث تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا يشي متواتر حديث اچھا تيتي هو روايت روايت كرمس يودنا عبزيس پر جمع غصن ممكن جو رواه عنه عن يعني تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عنه غير واحد من الصحابه صحابه ما اكثر زاد القرب منهم زيد بن ثابت ارتمى مش زيد بن ثابت كما في السنن والمسند انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرمان كي تار تازا كرين الله تعالى تمس في مساء اشنشكا حديث بوز بطون ياد وربط واتنون فرب حامل فقه الى من هو افقه كذا كويتا فقه طولان ويرجي تمشي تمس مشي واتنا وان بس كمس قد زيادة فهم تاوان ورجو كل ساتشو كان كات بوزان امشان كوري وان سامج ياد چس روزان اش بطا مسيش واتنا وان يوس امتال زياد مسلا اخذ شو ورب حامل فقه حامل فقه ليس الفقه وكويتا شي فقه طولان وير تمشي تبان فقه اصان تمشي ياد تاوان كات لیکن تو جو پانتے نو تو فہم اسا تب یعنی اگر نہ سمجھتی پان اس کو سب کا چیز اگر اس کو یاد تھو صبح نا وہ باقی ان ٹائم کم سے کم یہ دعا گئے ایسے لیکن کار تھے یاد یہ بڑے کوئی ہلے تو سنا شیخ رسلا نا مشرو تو سنا کہ ایک دوست کس وقت اس میں ریسنٹ وقت اس میں ات اس دون نفر کو پان میں دانا تو بھائی نہیں مش قاضی اس نہیں سے میں تھے اس نہیں پہنچ کے یہ شوئیں گے ان کو اقرار تھے لیکن مشروعية الوجود معنا كي تقولين من بدار اسمه كي كيش موس بعد ما رحت القاضي انت ما وصلنا وزيت هذا الوصل نفر اختص وشيء كتير ونقل لهم وصل نفر ونقل لهم نسل تقول نس تقول القاضي يقول تقول شو مسوي مش مش خبر قتل يعني مش قتل كذا ما تقول الفكرة لكن مش هي سالي قتل يا يبقى بس ما نقول الفكرة تقول منا تم تما سالي يا يبقى بس تذكر انا باني لعيب جاجا نو تريس بوز نو تريس بوز نو سوري هون كيا هون نسين كيا هون نسين كيا هون نس قد القاضي الفاس هون كي مش حق شيء شيء سوري ما مش كذا يادا شيء مش كذا نعم ويج ترد يادا يمو كا كات هو كارو شو كم سات كيا خير أخنا فرت ياد كان شيء فاتماني شيء كان بوز أكون جاي تنا هون إتبر إتبر شيء بعد كشي كش عالم مسنيش سوينس كي أنت كارو شو كيا أسمت هو يجا سينس وورد لفظه من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها تمس كلم ترتاز تمس شخص الله تعالى يسمين كاتب وزي أن بتسمج أرياد كاري أرباط ومن يتأمل الحديث بألفاظه الواردة يجد أن هذه الدعوة المباركة من النبي عليه الصلاة والسلام بالنظارة ينالها العبد بمراتب أربعة يفعل منا يسود غور فكر كرني منا أحد حديث سبب مختلف ألفاظ ما تختلف آمد شيء أنا استري فكري كي تمسي كشي دعاء حسن يبس تو إني مطور مرتبه زي ود نقول السماع ود بوزي بأن يحرص على الجلوس للعلم والسماعي والتلقي
یہ روز حریص کی بہی علم خاطر بوز اور بے کری علم حاصل چنا پڑھیو ہے دیم شو الوعی بان یعقل ما یسمع سمجتی یہ بوز و یعی ما یقال و یبین یہ اس بوز افکار کی سمجھنا پڑھ سکیا شو اس نے اڑے ہن بوز انت تسلی اور الثالثه الحفظ فكت هي يا بان يتعاهد هذا الذي يسمعه من العلم ويكرره حتى يثبت عنده یہ کہ اکھری خیال یہ کہ بار بار ریپیٹ تاکہ روز ان سے یاد بڑے سے یاد کرا پکڑ بچنا یاد کرا کریا اور تورم الابلاغ اور پتوات نہ بنشر العلم وتعليمه للاخرين وبذله یہ پھلا بھی ہے یہ ہچنا ہے واقعا اور یہ خرچہ بھی کمن پہ وبهذا وبهذه المراتب الاربعه ينال العبد هذه الدعوه المباركه بقول نبينا عليه الصلاه والسلام نظر الله یوں وہ چورو مرتبہ وزنی گئے انشی دعوت حسن بابر کا دعا حسن مصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیس اور یہ کیا گو نظارہ منا ان نظارتو ہی البحجہ نظارہ گو سرور والحسن اللذی یکشاہ الوجہ انہیں مجھے بچس پیڑا سمبت کشی ہی داسا آسامج من اثر الایمان بل علم نافع ایمان اک اثر چنسا سا علم نافع اک اثر آسا وابتحاج القلب بذلك ارسل دل تجھ خوش روزا امشن دل دیگه شروع زن و انما دعا صلی اللہ علیہ وسلم لسامع السنة و مبلغها بالنظارة جزاء بفاقا لما قام به من بثها و جعلها بذلك ضدة طرية في اوسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جیسے قرآن جس دعا امستہین اللہ طرح طرح تاز کیا جیسے ام تنائی سنت یاد چی سنت یاد تمام رو لکن منان 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 وہی سنت کی شروع زن طرح تاز اور امس کو رکھتا ویس دعا کہ ربائی تھاول کیا فجزاه الله من جنس عمله بان نظر وجهه الله تعالى ان سوي جزاء سين عمل كر ربن تو اسن چهره تر تاز اور نور ني بن وسع في نظاره العلم يسي كوشش كر ان علم بصر اسن تاز و اي هي السنه سنه زد تامن كوشش كر فدعا له النبي عليه الصلاه والسلام بما يناسب حاله نبي صلى الله عليه وسلم قرن السنوه مسلسل حاله اسمناش وقد جاء عن سفيان بن عيينه رحمه الله انه قال ما من احد يطلب الحديث الا وفي وجهه نظره شنو كان شخص مش حديث طلب اشكران سرايت اس الشهر اسكتش اصلا طلب تازجي اور اس الشهر اسكتش اصلا سمو بلاس خوشي بلاس مثلا مش حديث طلب ايش اس الشيء اساس سكون قلنا سكت مين المس المشرعي هسه اور ان پتہ نہ کفا کفی فضل اهل العلم ان رفعوا من اجله درجات فوق غيرهم کفی ہس شچانی خطر ال اهل علم نے جس فضیلت اس من کی تیما یعنی علم وجہ سے کیا تھک درجات ائی دن عطا یعنی یکفی فضیلۃ فی العلم و بیان شرفه و شرف اهل و شرف اهله ان رفعهم الله جل وعلا من اجل العلم درجات فانا کفی ش علم کی فضیلت اس من کس شرف کس بیان اس من اهل علم هذه الشرف كيس بيان اسمز كي الله تعالى هم كريما علم موجوب درجات المزبلة وهو رحمه الله يشير إلى ما جاء في سورة المجادلة قول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم الله تعالى قال كريم إيمان والا نور علم والا درجات المز قال ابو رجب ابن رجب فرماوان يعني على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم ایمان والے در علم والے کر رب درجات مز بلندی کمر پہ یمن ایمان چھو لیکن علم چھکر پاک موزیو کذا قال ابن مسعود وغیرہ بس یوش ابن مسعود اور باقی سلفانا ای یرفع اللہ الذین آمنوا و اوتوا العلم علی الذین آمنوا ولم یؤتوا العلم ان اللہ تعالیٰ کر بلند درجات مز کمر تمن یمن ایمان سن چھپت علم اس مز تکن کوشش کرا تمن پہ یمن سن کیا چھو ایمان بیسک علم چھو تمن لیکن پاک چھو علم اس مز زیادہ کوشش کرا ٹھیک اس لیے اشبیاء فضیلہ وَنَا وَكَانَ فَضْلُ أَبِينَا فِي الْقَدِيمِ عَلَى الْأَمْلَاكِ بِالْعِلْمِ مِنْ تَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَنَا سَنِسْ مُغَلِسُ سَنِسْ مُغَلِسْ یعنی آدم علیہ السلام و سلام حسا اس فضیلت پرین اس وقت اس پرشتن پر خیم ذریع علم ذریع یس ربن حجن یس ربن اس علم حجنو تنی ذریع کے دن اس فضیلت کمن پر پرشتن فرمان اشکنتهم فضیلت وَنَا وَكَانَ فَضْلُ أَبِينَا اَيْ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ
في القديم على الأملاك أي على الملائكة. فرشت البعوث آدم عليه الصلاة والسلام فزيلا بالعلم، يعني أن آدم عليه السلام فضل على الأملاك وشرف بالعلم الذي ميزه الله سبحانه وتعالى به. كآدم عليه الصلاة والسلام صحيح فزيلا بن فرشت البعوث شرف آسئل مزيعة كر ها كما جاء في سورة سورة بقرة اسم زاوية. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم. رفيقي إذا على ترهمون على ترهمون آدم عليه الصلاة والسلام تمام نار بذكر فرشتن بيت فيشتن شيز فرمو ربيني من نار يهيد أغر تي فيزيشو تمونه ربا إشتين فيكي بيان كرا أشتي باتا يأس هشنا تشوف عليم أور حكيم تمون على ترهم فرمو آدم عليه الصلاة والسلام أي آدم وني من نار قلتين خبر دي من دز ربا فرمونا نمون مونا تاكي بشوز غيبو خبر تمان آسمان زمين جوز غيب شو اور بشوز زانانتي يتو زهر كران شو اور بشوز زانانتي يتو شو و آدم علیه السلام كم زرين ملي فزيلة علم زرين. فذكر جل وعلا في هذا السياق شرف آدم على الملائكة بما اقتصه به من علم أسماء كل شيء دون الملائكة. ويتمنى شاء الله تعالى ذكر كران في آدم عليه السلام سن شرف فرشتن پر كي ربنا كورس خاص كم زرين تلس آو من تمام چيزا هن علم دينا تمام چيزا هن ناوان هن علم دينا فرشتن پر جگو چيزا هن ناوان هن علم چنانچہ یہ نہیں تو یہ تو ایک انسان اس وسی لینگویج ہے نا تو دس کیا ہے تو اس گور فکر کرنے صلاحیت کی ہے نا بڑا بارو سگس نے پرمیشن کی دال کے ویڈیو میں ریفرنس دے پر جاؤ نا ٹھیک ہے دل پن نکل تو پر جاؤ نا تو پر یہ بولس تو ہے تا چنا تو کی دال 1984 ہے نا تو جی جارج اورگل سسٹم تھا تو مشتم جو ہوں اس تو تھا تو جو ملک اسا ملک اکھا جاسا تم چ ڈکشنری بناوان نو کیا بناو منا اتمس کڑیو سا کیا زادی خطرناک وہ اشتم کڑیو کیا سری نبر تاکہ لوکن روزن پت کمی کمی الفاظ یاد تم سوچن نہ زیاد تو کرن اس خلاف کا کاروائی تاکہ تا تا ڈکشنری پت تو تو نا مینس پی کو تے منا اولڈ سمجھیا مسئلہ اس نے تا نوشی ہوئی گارو شمان یعنی کہ ایک انسان لینگویج ایسی تو انسان اس کیا یا ایسی تو کیا کرے تو ایسی گورو فکر کرے سمجھیا مسئلہ وہ اللہ تعالی نے شنو آدم علیہ السلام تمام چیزیں اس علم اور تمام چیزیں اس ٹھیک مسئلہ ہم پر تو سکتا ایک بات پر تو پر کو سو کوئی کی دین پر ساتھ ہے اس نو ایک دو ایک نفر سے پر ایک کتاب تم این نا سو کہ دین اس بیڈ اس بیٹ اس گون پر گئے شیر اس تم کوئی نہیں اس تو بولے ہو وہ وہ اس کھا وہ تھا وہ اس پھاوتے تھی تھی سے سوشن پر قرآن پر بیان کو سنت پر بیان کو کہ میں اس ایسا رکھتا ہے سوشن کا سوشن کہانی دی سو چھپت کا کتاب پر ایک کروشل ارتا ہے اس میں نہیں تھا کہ دیکھو وانا كذاك يوسف لم تزهر فزيلته للعالمين بغير العلم بل الحكمه وانا يتبع يوسف عليه الصلاه والسلام فزيلت غير ظاهر تمام لو كان بيت كان زي علم اور حكمت زي غير بيكون جزء ظاهر جان يوسف عليه الصلاه والسلام فزيلت كان ظاهر علم زي اور حكمت اور يوسف عليه الصلاه والسلام کی اس نے خوبصورتی اس عطا کر تھا تم زری کیا بولتی جی انا ٹھیک آزمائش لیکن علم اور حکمت ذریعہ دراوس جیل مز نبر اور دیگر دیگر فضیلت ای فضیلت یوسف علیہ السلام ظہرت للعالمین بالعلم والحکمت یوسف علیہ السلام فضیلت کے ظاہر تمام عالمین پر کم ذریعہ علم اور حکمت ذریعہ کما قال اللہ تعالی فی سورة یوسف وفیہا ذکرت قصته العظیمہ المبارکہ المفسرت یعنی سورة یوسف اس میں جعلہ تعالی فرموان گیا تمہیں یوسف علیہ السلام ذکر نے تفسیر سان جام جاء في اولها قوله جل وعلا ان اس اول اسم شامت الله ترسل يقول وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث يتبرچني جاء الله تعالى چون رب اور تهش نبي الله تعالى خابر هم تبير ويتم نعمته عليك اور من نعمت کرتے پر مکمل وعلى ال يعقوب اور يعقوب عليه الصلاه والسلام خاندان اس پر کرے پر نعمت مکمل كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق اس پر اللہ تعالی نعمت مکمل کر ان بوت
إبراهيم عليه الصلاة والسلام رد، إسحاق عليه الصلاة والسلام إن ربك عليم حكيم، بيشك تون رب شو سكا إلهم ولو سكا أصلا أدنى تعرف شو أدنى شو إلهم أصلا إيش ترى رب إيش نايوس ولما بلغ أشده آتيناه حكما ب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام نو جوان قوم أشكر تنس حكمة أصلا مش تمسل وكذلك نزل المحسنين وريتن جلس كتير في الجزاء وجاء في آخرها ذكر دعاء يوسف تخلص من شبهة إيمان يوسف عليه الصلاة والسلام شو دعاء كرا ربي قد آتيتني من الملك ربا تقرط من بعد شهد أتا وعلمتني من تأويل الأحاديث تهيش نو تصبر خابا اليوم تأويل فاطر السماوات والأرض أي آسمان أنت زمين الهند فؤاد كرنا أنت بليئي في الدنيا تنشك من والمدد غار بليئي هسمن اور آخرة تسمن توفني مسلما مريجي مسلمان آسمن كش حال تسمن بفات وعلقني بالصالحين اور مجيو بزي كمان سي صالحين وعيدا انت كم يوسف عليه الصلاة والسلام ربا تحيش نو تصبر ويوسف عليه الصلاة والسلام فجيرا كم زيري كيس زهر علم سي ونابل الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رسالة مستتابة بعنوان الفوائد المستنبتة من قصة يوسف وهي جديرة لأن تقرأ وأن الشيخ عبد الرحمن السعدي صبص في رسالة رحمه الله وشترك يعني تم فوائد يمشي أخذ ما كان يوسف عليه الصلاة والسلام سنة قصة وأنا سوف شو حق ما أنت سوف يسفر سوف يسفر سوف يسفر ويقدر فزيلة شاطئهم فزيلة هنا وما اتباع كليم الله للخزر معروف إلا لعلم عنه منبه هنا كليم الله يسوس موسى عليه الصلاة والسلام سبقنا خزر عليه الصلاة والسلام سباتكين مگر تاني علم موجود يسم موسى عليه الصلاة والسلام سكوس هو أكثر فكري كي قول الأزم بيغم بل موسى عليه الصلاة والسلام فوق كم سبات خزر عليه الصلاة والسلام كان موجود علم موجود دلسوس علم هذا يشير إلى ما جاء في قول الله عز وجل يعني إشكرا إشارة أتمس نازل بوقنا على قرص نسيح قول رسول فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما تمودانو يو وشتاني وبندو مز أخبند اور تمسو سيسبان نترف رحمة ترمس أتا اور بيوش تمسو سيسبان نترف كيا علم كرمو دات قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما قلت ترشيا موسى عليه الصلاة والسلام قال الدرس كيا بابا تهز طيب بات بات يا تبعك تقولي هيش نبي ما تنمز بيتو هيشو آمي هيش نبي تبس كده موسى عليه الصلاة والسلام خدا باور فلوس تبس كده رسول بحرام وشي نسي موسى عليه الصلاة والسلام تبس انتهى بيارا يسو موتج وسان طاقة بحر لكن ايش تبس شان عشاء سو خدا طاقة فلوس خمونس جاب جانا ومتريش تبس كل كوني زين كوين تهون سايد بحلوة وسنا لكن تبس شو عشاء مالا قول ما تصلا قدن چپا درزرا اچھی نہ صاحب اسے نہیں شکل ہوتا ہے اور تو شو خضر علیہ السلام علیہ السلام سے کی پڑھ چھ کر حال اتبعو کا کیا ابو پاک ہست ہے پات پات تو ہچ نہ میں تی یہ تو شو امت کیا ترا کی شیخ اس کو دا ادل کو سکھ انسان اس اس میں شیخ میں سب ایتا ہے جو فلاں تجھ استاد اس عزت کرا جو فلاں ہے اس کی بڑے دیوی جلا سکتا تھا صاحب بلکہ بوئی شسن کو جو رہے اس نے فهم بس أنا جيب شو زمان استورم كان يقول جوجل أصلا سريع. فموسى عليه السلام الذي استفاه الله برسالته وبكلامه وواعده رب العالمين بسمع كلام الله من الله يرحل إلى الخزر ويقول أن تعلمني مما علمت رشدا. موسى عليه الصلاة والسلام يسرى بنشون من رسالة ذري من كلام ذري سب جهن دهن كرنا سباد اور بے بوز ان ڈائریکٹ رب سن کلام اور اسی کا سام موسی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر کرنے خاطر اور بنا چھنے ہی چھن قوله عنه یعنی ان موسی منبهمی ای لم یتلع علیہ موسی وخفی علیہ یعنی سعلم اس موسی علیہ الصلوۃ والسلام اس نش اس سوچ لكن الله من به على الخزي لكن الله ترى نقص عطا قرب كمس خضر عليه الصلاة والسلام ولما علم موسى عليه السلام بان عند الخزر علما خفي عليه يعني موسى عليه الصلاه والسلام مش باتك خزر عليه الصلاه والسلام مش سئل مسلمين الشعره ذهب في طلبه البركه يدراو طلب كرنا خطر ورحل في تحسينه يدراو يغسل كرنا خطر وهي قصه مشهوره ورد ذكرها في اواخر سوره الكهف كذا نجو سوره الكهف وكذلك جاء ذكرها في السريعين
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولم يمنعه ما أتاه الله من علم غزير واستفاء والتقليم إلى غير ذلك من الفضائل والخيرات والبركات أن يرحل في طلب العلم مع ما فيه من نسب المتائب ما مشكلة ونبي موسى عليه الصلاة والسلام ركوه نجيب جيزا يعني شرابا نكرم قتل إلي ماتا مش نصرابا جنموت بكرنا نصرابا إلي رابا نكرم مشي كلام مشي فزيلة مشي بركة مشي رابا نزمد ريد اسمس فهم تروس السوري اتسي يقول طالب إلي مكتر هلا كطالب إلي مسمس كاشي مشاكل تقاوم اور ایمون پانس یوشای بن نونس کیا ہوں بس برو کو نتی سکالس کی ہیں تے چاہے شیطان بری انت سفر کرے یہ ہے شنو تب منا این طالب اس کے لیے کارن تے سپیس کیا کارن شش تور بوٹ لاگوں اور شش تور ڈانڈ تور نہ ہس کے اس کا بوٹ چھے نے اور ڈانڈ پیٹی اس کا چھے اس کے لیے ویسل شکی بابا جی سے چھے یہ ایک اس ورک شاپ اس مزید تو بس گو سوری ہے ولهذا قال النازل طبعا النازل مع فضله برسالات الإله له وموعد والسماء منه للكلم وانا حالاكي موسى عليه الصلاة والسلام فزيلة كمو ذرين پیغمبر اس بنا مد الله تعالى هنسو بے قرنس بعد تتاق جهر رزن ہے بے بوز ان دیکھ کلام کمس نش فبرس نش يعني فرما يشير الى قوله سبحانه وتعالى اني استفيتك على الناس برسالاتي والكلام اللہ تعالیٰ نے فرمانا موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ میں چلو مقصد لکن پہ پنی رسالت ذریعی اور پنی کلام ذریعی وموعدن بیکن ذریعی اسم خاص کرم موعد ذریعی یعنی ای فضل لہم ذریعی ربن کر یہ فضیلت تیعتا وواعدنا موسیٰ 30 لیلتا واتممناها بعشر استقر موسیٰ علیہ السلام ترہن رزن ہم بعد اور پت کریم مکمل کسر سکتا ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربنا کہ موسیٰ علیہ السلام آتا مقرر وقت اس پر قرطن سی ربن قرطن سی اس پر آتا مدر جنو دے گوزن اخ بدا تھی اس یہ منان چلے کہ رب چون کلام کران کی ہنتے یہ منان چلے رب چون کلام کران کی ہنتے قرآن سمجھنا آیت وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا ہے قَلَّمَ اللَّهُ اتانا خو وفائل قسشو اللہ کو کلام کن کن و الله تعالى من قول موسى عليه الصلاه والسلام سكر هم بدايه ان قول ومن كان يشنا يتكلم الله كين كلم الله ني ماتر كيا گس الله موسى عليه الصلاه والسلام من قول الله تعالى سكر الله تعالى من قول كلام مش كمان هي گس موسى يشنا عليه الصلاه والسلام نا مش موسى شو اتماش كسا اتماش حركه لك سان ظاهر كمان هي جواب اي من نسبت واپس يوه ايت اهل السنه هيك غير من ونس يات ايت كيا كرا ادم جامل كلمه ربه كشام والله ادم جامل موسى عليه الصلاه والسلام سي بجاي هو زبير يا زبير الناس ادم شي كي هاي ممكن ايش موسى عليه الصلاه والسلام ديك شيء هيك ناس ادم كاش زمير رب اسكن والناس ما نسيت ايت كيا تنس قدام كيا بوس قران اسمه شو احسن رب تك سنتي يز بلدي كل شيء استدلال كران فاتي مس منچنا اذان دی بش پنداش نا زلہ تو یہ مسئلہ سمجھ مستی وانا ما هذه الفضائل كلها رحل عليه السلام في طلب العلم وفي هذا دلاله على فضل العلم وفضل المعنه في التحصيل وانا ہی موساری فضیلت و باوجود اور سفر موسیٰ علیہ السلام علم طلب کرنے خطر اتمنس چھ دلالت علم کس فضیلت اسکن اور علم خطر سفر کرنے کس فضیلت اسکن چھاٹی مسئلہ گویوں ایک قسم فضیلت اس جو سفت ہوگی جو مسئلہ کیا شو اور پرویس اثر نماز جاو پتر رگوتی جو یہ ایڈیزمنٹ اسکن تخمز مقلعو اس کم سے کم یہ فضیلت ذکر چھاٹی